اسمع دخيل شيخ ذا لقيادة دقيقة واصل مداخلتي وبعدين تحدث دقيقة خليني بتواصل مع يا جماعة يا جماعة يعني الجيش الجزائري يا جماعة خلينا نسمع يوجد الجيش أرجوك في إطار خلينا نسمع سيد شبين في سياقتكم تاريخي يا أخي لنهارة الجزائر دقيقة سيد شبين سيد شبين يا ريت تكمل لو سمحت باختصار نعم يعني أنا أستغرب يعني بالنسبة للمشاهد العربي نعم. الذي يعرف عن الجزائر وعن عن الجيش الجزائري نعم. أنه دفع مئات الآلاف عشرات الآلاف من أبنائه في حرب 67 وحرب 73 من أجل فلسطين وضحى بمليون ونص من أجل الثورة يتحول في لحظات إلى مرتكب للمجازر وخارج القانون هذه أولا نعم. ثانيا أنا يعني أستغرب لأن الناس الذين يقومون بالمجازر في الجزائر أعرفهم أنا شخصيا تعرضت على الأقل لثلاث محاولات اغتيال والأشخاص الذين حاولوا اغتيالي أعرفهم أبناء حي هذو الأشخاص أعرفهم تماماً. يا مراد شبين سيد شبين كلام مهم جداً وهذا موجه إليك السؤال المطروح أنت تطلق اتهامات خطيرة جداً وقد لا يكون لها أي علاقة بالواقع خليني أسألك سؤال لو كان زعمك بأن قوات الأمن يعني متورطة في المجازر وأعمال العنف التي ما زالت تحدث حتى الأيام الأخيرة الماضية لو كان هذا صحيحاً لماذا لم تقضي قوات الأمن على المحكومين بالإعدام الموجودين في السجون؟ أليس ذلك أسهل من قتل الشيوخ والنساء والأطفال؟ سؤال بسيط. أولاً قضت عليهم في مجزرة سركاجي قتلت 200 شخص لكن هناك الآلاف الآن هناك الآلاف من المسجونين هناك الآلاف من المسجونين كان بإمكانها تقضي عليهم نعطيك في مثال قتلتهم في السجن نعم. ولما ثارت طائرة العالم وحقوق الإنسان وتوقفوا عن القتل في السجن ولكن في السجن تجري التعذيب ويجري الذبح ويجري القتل يخرجونها من السجن ويرمون بهم ويقولون هذون إرهابيين ثم أقول شيء أنا لا أقول جيش الجزائر الجيش الجزائري جيش وطني شعبي ينطبق من أنا أتحدث عن الجنرالات الذين يحكمونه ومراد شبين أنا لست أدري كيف تكون غباوة بهذه لصحفي أعتقد أنه صحفي كلهم أغبياء هذا الجيش يعني اللي ما يعطيك الحق خليني لا 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 الجيش تحكمه يعني أنت أذكى خليني أكمل فوق الأرض خليني أكمل الجيش تحكمه ضوابط أنت تعرف لو كنت أنت عسكري يحكمك واحد أكبر منك يسيرك أجبت على السؤال خلف الشمري من الكويت السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك دكتور هلا بيك يا هلا تفضل ودي اني اعطي فرصه للكلام شويه وباختصار لو سمحت يا ريت لو فيش معنا وقت كثير باختصار لو تكرر اوكي قليل جدا يا اخي نعم. انا اول شيء اخي احيي الاخ محمد العربي نعم. هذا اولا واسف ثانيا لقتل اي جزائري في جميع فئاته واعتقد انه كلام الاخ محمد العربي فيه 90% من الصحه انا اعتقد انه الشعب الجزائري مغلوب على عمره في هالموضوع لأنه عملية القتل بطريقة ذكية ومحكمة أعتقد أنها من الشرطة الجزائرية تقريبا طيب فأنا طيب هذا سيد 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 يعني سيد الشمر يعني أنت هذا كمان هذا الكلام يطلق على عواهنه يعني ليس لدينا أي كلام لا يا أخي ليس لدينا أدلة طيب سيد خلف الشمر خلف سيد تخطئ لا دعني أقولها لك صراحة لا هناك شهادات عقداء خرجوا من الجيش وقالوا هذا الكلام هناك 40 ضابطا تكلموا عن هذا الحديث لدي مواثيق هكذا قالوا كيف كانوا يقتلون كيف كانوا يذبحون كيف كانوا طيب لن أعطي الكلمة لسيد هاشم هاشم أريد أن أتكلم على لماذا لم يكن هؤلاء دخلاء أيضا دخلاء؟ أيه؟ كيف كنا دخلاء؟ أيه؟ يعني كانوا موظفين كانوا موظفين دخلاء يعني متعاملين مع الحركة الوصولية وهذا موجود لأن ما فيش حركة سياسية الجيش مخترق لا تحاول أن تخترق عدوها الجيش مخترق من الممكن جدا ولا في يعني في حدود في حدود وهذا معروف هذا معروف هذا اعتراف يؤدي ان هذا موضوع العلاقه مع الاخر والى ما هنالك في الجزائر وموضوع الصراع الذي هو لب الموضوع يا ترى كيف ترد على الذين يقولون ان بعض الاحزاب الجزائريه ومنها حزبكم مثلا لا يميزون حتى بين الإسلاميين والعروبيين أنت تعلم العروبة والقومية هناك فرق شاسع بين العروبة والأصولية والقومية والأصولية هناك يعني دم إذا صح التعبير وأنتم في الجزائر حتى لا تفرقون وهذا مما يؤكد أنكم ضد الانتماء العربي والإسلامي والله للجزائر والله ما أفهم أجبت عن هذا السؤال
وقلت أن ديدنا للهوية العربية الهوية الجزائرية هي الأمازيغية والعروبة والإسلام والبعد الأفريقي والمتوسطي والدخول في إطار الحركة العالمية. لا ريبليك فرنسيز مش كيف هذه لا ريبليك فرنسيز دعاوي العصر هذا يعني ليس هذا صحيحا يعني ليس هذا صحيحا يعني أبداً يعني أبداً يعني إذا كان يقولون طيب اولا انا كنت في عرفك سؤال موجه الي سؤال موجه الي عن الجزائريه لا الجيريانيتي وش لا الجيريانيتي لا الجيريانيتي هي لغه تقول ببساطه هل هذا صحيحا اليس ان هناك اكثر من بعد حضاري للجزائر ويجب ان لا نحتكر في البعد العربي الاسلامي هذا تاريخنا لا نستهين به ولا ننكره نحن ولا يحق لاي جزائري أن ينكر بعد خلينا نبعد الوطنية نحن أليس هذا صحيح ما توقفناش عبد الحميد بن باديس يقول الشعب الجزائري مسلم قلنا هذا وإلى العروبة ينتسب ويقول ينتسب. لو قالت ينتسب. في فرنسا لو قالت ينتسب. في فرنسا قل لا إله إلا ينتسب. الله ما قلتها ينتسب. انظر ينتسب. هذا عالم ينتسب. دين يعرف ما يقول ونحن نقول أننا عرب وأمازيغ الإسلام بوتقنا في وضع أيوة. جعلنا قوة وماذا عن البعد المتوسطي والأوروبي والأفريقي علاقات مثلها مثل العلاقات الأخرى إفريقي أي علاقة إفريقيا الجغرافيا أيوة. المتوسط الجغرافيا لكن نحن نتحدث عن اللغة والهوية والتاريخ يعني هذه هي الذي يجمعنا يعني أمازيغ يعني وعرب جعلنا يعني الإسلام كل تفاعل الجزائر نحن بربر عربنا الإسلام والمغرب الأوسط انظر إلى أوروبا طيب. المتوسطي طيب. يعني فكله خرافة جغرافيا عجيب طيب إذا تكلمنا باختصار عن طبيعة الصراع الإيطالي أقرب لك من الإيطالي أقرب لك من القطري أو المصري يا أخوي هذا رأيك أنا لم أقول هذا لا هذا هو قولك ولن أقول هذا أبدا ولن أقبل أن تقول لي دقيقة يا جماعة أنا في قطر عند أهلي ولذلك استخدمت أسلوب ما يطلبه المستمعون يعني كنت تقول باللي العربية والإسلام مستورد لما جيت تقول هنا لا لا والله هو جزء والله هذا مستوى ما يطلبه المستمع لا لا والله مستوى طيب كيف ترد على الذين مستوى في الحديث أعطيك نصحة مستوى في الحديث يا سيد يا سيد يا سيد هاشمي يا سيد هاشمي سيد هاشمي سيد هاشمي أؤكد أن الصراع في الجزائر هو صراع بين مشروعي مجتمعين صحيح بين دقيقة دقيقة إيه ما هو الصراع هذا اعتداء إذن صراع بين مشروع ديمقراطي جمهوري تقدمي حداثي فرنساوي أيوة دقيقة أيوة دقيقة باختصار يعني أيوة. والله لا يبقى لدي الكثير من يعني هذه الظاهرة المرضية ها يتهم الناس دقيقة يا سيد هاشمي يا سيد أرجوك فيك أنت ليس فينا على الإطلاق أريد أن تكمل أريد أن تكمل عن طبيعة الصراع باختصار إذن الصراع نحن بين مشروعين صراع بين مشروعين أيوة. مشروع وطني ديمقراطي جمهوري ومشروع إسلاموي يعني انتجريست أو أصولي يريد القضاء على الجمهورية والمشروع الوطني ما معناه المشروع طيب. الوطني باختصار معناه أنه يأخذ بعين الاعتبار كل الأبعاد الوطنية للتراث ولا يحتكرها في مشروع واحد طيب هذا سؤال إيه هذا سؤال ما هي طبيعة الصراع باختصار والإسلام ليس حكرا على الإسلام طيب والعروبة ليس حكرا أيضا على المستعرين طبيعة الصراع باختصار شديد هو صراع بين إرادة الشعب يريد أن يحقق بحضارته العربية الإسلامية وبعدها الأمازيغي الحرية في البلد وأن يذهب جنرالات فرنسا وأن تذهب العقيدة الاستئصالية وأن يذهب الفرنكوفيلية عقيدة الشعب الجزائري هي شعب جزائري مسلم وإلى العروبة ينتسب الصراع هو ما بين الحضارة العربية الإسلامية وما بين التطرف الاستئصالي الذي دفع إلى كارثة وأنا أقول لك إذا الشعب يوما أراد الحياة نحن فلا بد أن يستجيب القدر إلى الحضارة العربية الإسلامية ولا تحتكرها أنت وأمثالك ضدها طيب لم يقل وقت يجب القدر ولا بد ان ينجلي لليل ان ينجلي طيب ولا بد للقيد ان ينكسر طبعا طيب مشاهدي الكرام من هوا اكيد لك ذلك مشاهدي الكرام لم يبقى لنا الا نشكر ضيفينا الدبلوماسيه الجزائريه السابق محمد العربي زيتوت والسيد الهاشمي شريف الامين العام للحركه الديمقراطيه الاجتماعيه في الجزائر نلتقي مساء الثلاثاء المقبل فحتى ذلك الحين ها هو فيصل القاسم يحييكم من الدوحه الى اللقاء يعطيكم العافيه جميعا